مشاهد الكرام، احنا دلوقتي طالعين هنزور اسره في بيتها وهنشوف اخبار الدنيا اخبارها ايه معاهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وكمان الدور اللي بتقوم بيه الدوله في اعاده تجديد العبارات بتاعتهم اللي كانوا يعني اتنقلوا منها وبعد كده رجعوا لها تاني بعد تجديد الدوله ليهم، وهنطمن عليهم. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا فندم. انت طيب عليك. طلعت حبيب عبد الحميد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، اطمن عليك بقى، قول لي بعد التجديدات بقى. الحمد لله، فضل من عند ربنا زي ما انت شايف حضرتك، حاجه فوق الخيال. الدوله هي اللي قامت بكده. الدوله والحمد لله ما دفعناش ولا جنيه. انت قعدت كام بره شقتك بعد ما تجددت؟ يعني سنتين وكنا واخدين بديل. اتفضلي اتفضلي. المحافظ كان موفر لنا بديل وخدنا البديل وبعدين رجعنا شقتنا تاني. انت شغال ايه بقى؟ انا امين مخازن في مديريه الزراعه. مع كم ولد؟ معايا خمسه. ليه ده؟ يا ربنا يخليك. الحمد لله، فضل عند ربنا. سلم على المريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتهرب بيك. اسراء اديب. اهلا وسهلا بيك. شغاله ايه؟ لا، مربة منزل. قولي لنا بقى بعد تجديد الوحدات اخبارها ايه؟ بصراحة حاجة ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها. ما كناش متوقعين كده بصراحة. كنا متوقعين احنا نعدي وندفع فلوس بامانه، يعني ما مكذبش على حضرتك، يعني ده الواقع كان هيحصل. بس الحمد لله بفضل من عند ربنا. قعدتوا سنتين بره؟ اه. وكانت المحافظه هي اللي بتسدد البديل؟ يعني الحمد لله. الحمد لله. وفرنا بديل، شقه بديل، كان سكن بديل. سكن بديل من الجمعيه برضو. سكن بديل وما كناش برضو بندفع اجارات. انتوا رجعتوا دي لكم كام شهر او كام سنه؟ لا بقى انا دلوقتي داخلين على سنه ان شاء الله باذن الله. لقيتوا متجددك بالفرش ولا انتوا اللي جبتوا الفرش؟ لا الفرش مننا احنا. لكن انتوا جيتوا هنا ما دفعتوش فلوس خالص. اللمضه انا ما دفعتش حقها، اللمضه هي منهم. قولي بقى الاسعار اخبارها ايه بقى؟ لا ما حلو، مش هنقول غير حلوه. لا اسعار المواد الغذائيه، السكر، الزيت، الفراخ، اللحمه، هي قد غليت. بس دلوقتي هي غاليه دلوقتي في المنافذ، والحمد لله الاسعار جدا. يعني كان كيلو لحمه ب 150، دلوقتي بقى ب 90 وب 100، والحمد لله احسن. طب قولي لنا بقى، الاولاد معاك ولاد في المدرسه؟ هنا في مدرسه متهيألي في المنطقه متوفره هنا، يعني اخر الشارع ان شاء الله. في برضو اماكن للفسحه الاولاد، متنزهات هنا في المنطقه، هابي فاميلي، وفي هنا برضك فوتبول بارك ما شاء الله. يعني هي اللي ناقصه المحافظه اماكن ترفيه. يعتبر الاماكن اللي موجوده خاصه مش عامه. هي اللي ناقص المحافظه، ناقصها اماكن ترفيه. لكن انتم مبسوطين الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، يعني الحمد لله. انا بشكركم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وحضرتك طيب. شكرا. وانت طيب يا فندم. الف شكر لحضراتكم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا.